بعد 7 سنوات من الحرب، عادت نساء مدينة تعز لأخذ مساحة من مدينة محاصرة ومدمرة ليعرضن أحلامهن المؤجلة خلال هذه السنوات. معرض تسويقي شهدته المدينة لمنتجات سيدات أعمال المحافظة، وهو أول معرض يقام هنا منذ بداية الحرب في العام 2015. 50 امرأة أدرن 60 مشروعاً، فكانت النتيجة مساهمتهن في إعالة أسرهن في ظل الوضع الاقتصادي المتردي. اليوم احنا في معرض ضمن 60 مشروع لسيدات أعمال في تعز، لمشاريع متنوعة ابتكارية، في منها الخدمية، في منها الإنتاجية، في منها السلعية. لكن الميزة اللي تميز هذه المشاريع أنها مشاريع ابتكارية وتحظى بنوع من اللمسة الإبداعية. منتجات متعددة عرضت هنا، منها ما صنع بأيديهن كالمأكولات المتنوعة والمنتجات الفضية، بالإضافة إلى الرسومات ومنتجات أخرى، ضمن محاولات إعادة صنع منتجات باتت أسواق تعز شبه خالية منها. بدأت مشروعي ب2010، وكان المشروع منزلي. بعد ذلك فعلت مطعم ألف عافية، ولكن مع ظروف الحرب اضطرينا نغلق المطعم، ولكن ظل مستمر بالرغم من الظروف التي حصلت والحروب، إلا أن تحديت هذا المواقف. اشتغلت من بيتي وما زلت أنني أشتغل فيها، أغطي منظمات، منشطات، دورات، حفلات، أغطي جميع المناسبات، سواء معجنات أو رز بأنواعه، زربيان والزقني والمحاشي والحلويات وجميع الأكلات، ما شاء الله نتقن الدور. أمنيات مؤجلة تحررت من قيود الحرب، والمحرر هنا هؤلاء النساء اللاتي صنعن كل شيء بأيديهن، وكأنهن يقولن إن تحقق أحلامك متأخراً خير من وضعها على رفوف الانتظار إلى الأبد.